ده اول سينيك فيو للشيراتون، اول مكان يعني تقف فيه لو عايز تصور، عشان تصور شيراتون. كاتب لك هنا عليها شيراتون، يقول لك يعني قصتها. شيراتون founded only few years after the removal of the Native American tribes from the Powder River Basin, the town of Sheridan retains the atmosphere of a bustling late 19th, early 20th century western town. يعني بيقول لك ان المدينة تأسست بعد ما تخلصوا من القبائل الهندية تقريبا، يعني في من 1900، وبدأت يعني بقت مدينة أمريكية. The original downtown was platted in 1882، يعني المدينة الأولانية خالص كانت اتعملت سنة 1882، ده في 1882، ده في أيام عرابي، ثورة عرابي في مصر. By John D. Locks and named in honor of the Civil General Civil War General Philip Sheridan، يعني هم سموها لاسم قائد الجيش Philip Sheridan. The arrival of the Chicago, Burlington and the Quincy Railroad in 1892 cemented the Sheridan's permanence as a thriving business center. يعني لما وصل القطر هنا من شيكاغو سنة 1892 بدأت المدينة تبقى مدينة يعني ثابتة يعني أساسية، يعني بدأت تكبر، يعني لأن في مدن بتبدأ وما بتستمرش. The town's population exploded from a mere 281 people in 1890 to nearly 5,000 people in 1907. يعني عدد السكان زاد من 281 سنة 1890 5,000 سنة 1907 بسبب القطر. The architecture of two historic districts, a national historic landmark and the other monumental historic buildings reflected the original history, the regional history and economy which gave the rise to Sheridan as a center of trade, commerce and government and politics. يعني بيقول لك شوية الحاجات اللي هم بنوها، بنوا المدينه، المنطقه التاريخيه والمنطقه وشويه التماثيل والحاجات دي خلت المدينه تبقى مركز للتجاره والسياسه والحكومه. Today only a few 1880s wooden buildings remain on historic main street. يعني بيقول لك النهارده يعني مباني بسيطه قوي من الزمن ده موجوده على شارع مين اللي هو بيسموه الشارع الرئيسي، هيستوريك مين ستريت. كل مدينه فيها ستريت اسمه مين ستريت، كل مدينه فيها شارع بيسموه الشارع الرئيسي او مين ستريت. With most structure dating to the prosperous times of early 20th century, the historic railroad district included the original 1892. بس بيقول لك يعني الحي القديم لسه في محطة القطر اللي اتعملت سنة 1892. Original 1982 ديبو، ديبو يعني مخزن القطرة زي محطة مصر كده. The 1893 Sheridan Inn، يعني الإن اللي هو الأوتيل اللي اتعمل سنة 1893. And the 1912 Brick ديبو، يعني المخزن اللي معمول بالطوب سنة 1912. The Sheridan Inn was said to be the finest hotel between Chicago and San Francisco and hosted such famous figures as Will Rogers, Buffalo Bill, Cody, Ernest Hemingway and President Galvin College. يعني بيقول لك ان الاوتيل بتاع شيريدن اللي اسمه شيريدن ان ده كانوا بيسموه من افخم الاوتيلات من شيكاغو لحد سان فرانسيسكو. يعني بيقول لك دي مهمه المنطقه. وجا فيه ناس مشهورين قوي زي ويل روجرز وبافلو بيل
وكودي الوحيد اللي اعرفه هنا هو ارنست هيمنجواي اللي هو الكاتب المشهور والرئيس كالفن كوليدج. The lavish trail end mansion built by cattleman, former governor and US senator John Kendrick between 1908 and 1913 attests to the fortunes, success and the political prominence achieved by Sheridan. يعني بيقول لك ان المبنى او القصر بتاع احد الحكام بتاع المدينه والسيناتور اسمه جان كيندريك اللي اتبنى من سنه 1908 ل 13 بيقول لك يعني المدينه دي كانت فخمه قد ايه. دي بيديك يعني تاريخ المنطقه. وادي هنا بص الجبال دي, الجبال دي اللي بتحيط بالشردن كلها متغطيه بالثلج, ودي كده في الناحيه دي, والناحيه الثانيه كده وادي خيالي على الارض.